أسبوع بعد أسبوع تصويتنا الإلكتروني مكمل، وأول محطة كانت مع النائب دكتور عاطف مجدلاني اللي مجهز تقنياً لمواجهة فشل الإنترنت بالمجلس. عندي خط إلي وفاتورة الخط وفاتورة الإنترنت أنا بدفعهم مش المجلس النيابي. من بعد الاطلاع على أبرز نتائج التصويت كان للنائب مجدلاني بعض الملاحظات. الملفت أنه كخيار أول في دكتور سمير جعجع، أما الأكثر تسمية فأستاذ زياد بارود. يعني أنا بعتقد هون في عم بيصير في لغط، الخيار الأول بيبقى هو الأساس. وبلشنا التصويت. أنا مش ممكن صوت إلا لدكتور سمير جعجع. تفضل. قديه بتحط له مؤسسة؟ خمسة. رجل دولة؟ كذلك الأمر. عصري؟ خمسة كله خمسة. كله خمسة؟ نعم. طيب مرشح تاني؟ خلاص ما في مرشحين. البرنامج اللي وضعه المرشح دكتور سمير جعجع نحن ملتزمين بهذا البرنامج، نحن منشوف انه هذا البرنامج هو الافضل للبنان ولرؤيتنا للبنان المستقبل. اما اذا كان يدعم وصول الرئيس امين الجميل فيجيب، نحن مستعدين عندما بيصير فخامة الرئيس امين الجميل هو مرشح قوى 14 ادار بيكون عنده نفس البرنامج. بتحط له 100% طبعا أكيد. ولاكتمال نصاب التقرير انضم لنا النائب علاء عون من بعد جلسة عمل ضمن اللجان. مش واضحة كيف الآلية، أنا بعتقد كده أنت الأصول تصوت لشخص واحد مش لمية شخص. في ناس عم تستفيد من كل التصويت عمليا، عم تاخد من كل الأطراف السياسية ولا شيء يعني. أما عن التصويت، مين رح تختار بالأول؟ أنا عماد ميشيل عون. دي رح تحط له على مؤسساتي؟ دي في حط هو على خمسة العلامة. خمسة. ورجل دولة؟ خمسة. وعصري؟ خمسة. ومنفتح؟ خمسة. وقيادي؟ كمان خمسة. يعني رح تفول له العلامة؟ بدي فول له أكيد. ليش ما بتروح على الجلسة وبتصوت له مزبوط بالصندوق؟ أكيد بالوقت المناسب رح صوت له بالصندوق، ما تعرف الهم. يعني أي متى؟ وقت اللي بتنضج ظروف الانتخاب. هلأ بعد جلسات شكلية نحن عنا مرشح ومطروح وساعي ليكون مرشح توافق. اليوم بدك تسأل الكتل التانية إذا بدها تضل على المرشحين هني عليها ولا بدها تطور موقفها، لأنه اليوم إذا ضلت كل الكتل الأخرى على الموقف تبعها معناتها ما بدها رئيس. طيب ليش ما أعلن العماد عون صراحة ترشيحه؟ لأنه الموضوع منه موضوع ترشيح، يعني نحن مهتمين إنه يصير في انتخاب رئيس مش تسجيل نقاط وأصوات وغيره، ونحن اليوم الشغل اللي عم نعمله من خلال الاتصالات السياسية هو اللي بينضج عملية انتخاب رئيس.